Hello everybody, today we will talk about amphibians, البرمائيات. درسنا النهاردة بيتكلم عن amphibians. يعني ايه amphibians؟ يعني برمائيات. amphibians like frogs، زي الضفادع. يعني ايه برمائيات؟ من كلمة برمائيات يعني بتعيش على البر وبتعيش في المية. Human and fish have the same organs. الإنسان والأسماك عندهم نفس العضو. To take oxygen from air or water. عشان يقدروا ياخدوا الأكسجين من الهواء أو من المية. هل الكلام ده صحيح؟ طبعا لا. لأن الإنسان لو نزل يتنفس الأكسجين من المية بيموت. ما بيقدرش يتنفس تحت المية. نفس الكلام الأسماك. لو خرجت من المية ما بتقدرش تتنفس من الهواء، لان احنا قلنا ان الاسماك بتتنفس with gills اللي هي الخياشيم، والانسان بيتنفس with lungs بالايه؟ بالرئتين. فبالتالي الكلام ده غير صحيح. طيب لو قلنا human and frogs can live on land، هل الكلام ده صحيح؟ yes، لان الانسان والضفادع بيقدروا يعيشوا على الأرض أو البر. In this lesson we are going to study amphibians. هنتكلم في درسنا النهاردة عن البرمائيات، which are one of the most amazing living organisms on earth، يعني من أكتر الكائنات الحية المدهشة على الأرض. Through researches، من خلال الأبحاث، scientists can learn how different organisms adapt. بيتقدر العلماء ان هم يتعرفوا على مختلف الكائنات الحية وازاي بتتكيف مع البيئة المحيطة بها. And help endangered species survive. بيتعرف على كيفية مساعدة الانواع المهددة بالانقراض من الحيوانات دي، ازاي بتقدر ان هي تتعايش، وكيفية الحفاظ على الانواع دي من ان هي تنقرض وعددها يقل. Amphibians اللي هي البرمائيات، they are small animals that live on land and in water. هي عبارة عن كائنات صغيرة جدا أو حيوانات صغيرة جدا بتعيش على الأرض أو في المية. في من البرمائيات دي أنواع مختلفة، frogs or toads or salamanders. They can live in moist or wet environments. بتكون عايشة في الأماكن أو البيئات الرطبة اللي هي مبلولة شوية، like rainforests زي الغابات اللي هي كانت قلنا الغابات الرينفورست اللي هي الغابات المطيرة، أو water streams اللي هي الأماكن اللي فيها مية وشلالات مثلا أو مياه جارية، and ponds وفي البرك. Like humans, adult amphibians can breathe with lungs. الامفيبيانز اللي هي البرمائيات البالغة الكبيرة يعني بتقدر ان هي زي الانسان بالضبط تتنفس بالرئتين. When they are on land، لما بتكون على الارض. But amphibians can also take in oxygen from water. وكمان بتقدر البرمائيات دي انها تاخد الاكسجين المذاب في المية، يعني بتقدر تتنفس بالرئتين وهي على الأرض، وكمان بتتنفس من خلال الأكسجين الدايب في الماء. هناخد structural adaptation of amphibians to live in wet environments، من التكيف الهيكلي للبرمائيات اللي بيخليها تقدر انها تعيش في الأماكن الرطبة دي. Amphibians breathe in أو respire. Breathe in يعني تتنفس، وrespire يعني تتنفس برضو. Through their lungs، بتقدر ان هي تتنفس من خلال الرئتين. And skin، وكمان بالجلد. To adapt to live on land and in water، لما تكون على الأرض on land بتتنفس with lungs، and in water بتتنفس with skin. ازاي بقى بيحصل الكلام ده؟ Breathe in through lungs، بتتنفس من خلال الرئتين on land. Amphibians inhale oxygen gas from air، بتتنفس على الأرض البرمائيات ديت بتتنفس الأكسجين اللي في الهواء. Through their lungs، ده من خلال الرئتين. ولكن
breathe in through skin, تتنفس من خلال الجلد. The bodies of amphibians are covered with skin. جسم البرمائيات دي مغطى بجلد. That allows water and gases to pass through. بيخلي المية والغازات بتمر من خلال الجلد. So they can absorb أو extract, الاتنين بمعنى يمتص, oxygen directly from water, بيتنفسوا الأكسجين مباشرة من خلال المية. Amphibians need clean water and air, بتحتاج البرمائيات إلى مية نظيفة وهواء نظيف to stay healthy, عشان تكون صحتها كويسة. Because they are very sensitive to the effects of, هي بتكون حساسة جدا لكل التأثيرات اللي بتكون موجودة في water pollution, تلوث المية, air pollution, تلوث الهواء, viruses that can travel through water, والفيروسات اللي بتكون موجودة في المية. Scientists or biologists, اللي هو العلماء, are working to save many types of amphibians, يعني عندهم قواعد بيشتغلوا عليها عشان يقدروا يحافظوا على البرمائيات دي, from extinctions by studying, من خلال ان هم يحافظوا عليها من الانقراض, وده عن طريق ان هم يدرسوا كذا حاجة بتخليهم يحموا الكائنات دي. How amphibians breathe in air and water, بيحاولوا يدرسوا ازاي البرمائيات دي بتتنفس في الهواء وبتتنفس في المية. تاني حاجة, factors cause air and water pollutions, ازاي المصانع بتعمل او بتسبب تلوث في المية وفي الهواء. That affect the life of amphibians, وده بيأثر على حياة البرمائيات. What make these animals sick in their environments, ايه الحاجات اللي بتخلي الكائنات دي او الحيوانات دي تمرض في البيئة المحيطة بها. How do people help in protection of amphibians from the extinctions, ازاي الناس تقدر ان هي تحمي الكائنات ديت او البرمائيات دي من الانقراض. Clean air and water, المية النظيفة والهواء النظيف are important for amphibians, حاجة مهمة جدا للبرمائيات. So people should, لازم الناس تعمل ايه بقى. Avoid throwing waste materials in water, تتجنب القاء النفايات في المية. Dispose of chemicals in a correct way helps to avoid water pollution, التخلص من المواد الكيماوية يكون بشكل صحيح, وده علشان نتجنب تلوث المية. 90 species of amphibians have become extinct in the last 20 years, في 90 نوع من البرمائيات انقرض في 20 سنة الماضية. In addition to 124 others endangered species, يعني في 124 نوع تاني مهدد بالانقراض. أتمنى نكون قدرنا نبسط درس النهاردة. Thank you for your watching and goodbye.